وجه النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحل أزمة التكدس بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، وذلك بعد تلقي النيابة العامة عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل داخل النيابتين، وذلك لتواجدهما داخل مقر واحد بمجمع محاكم مصر الجديدة. وأوضحت النيابة العامة أنه تم تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما للتخفيف من الزحام والتكدس بهما، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآلات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليا منذ يوم السبت الماضي.